أهلا بكم. أقرت هيئة النزاهة في العراق بوجود تلاعب في السجلات العقارية والمالية في دائرة الضريبة في محافظة الأنبار بغربي العراق. وقالت هيئة النزاهة أن مسؤولين في دائرة الضريبة بمدينة الفلوجة قاموا بالتلاعب بالسجلات العقارية والمالية وإخراجها من الدائرة لتغييرها بالاتفاق مع جهات متنفذة من دون أن تكشف عن الجهات التي تقف وراء ذلك، مؤكدة أن ما يكشف عنه يمثل نسبة ضئيلة من حجم ما هو موجود في الواقع. ويعد العراق من أكثر الدول فسادا حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة، بينما ما زال العراقيون يشكون نقص الخدمات رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من عائدات النفط. أقرت مصادر حكومية بانهيار قطاع الثروة الحيوانية في العراق من جراء سوء الإدارة والفساد المالي المستشر في مفاصل وزارة الزراعة الحالية. وأوضحت المصادر أن هناك خطرا كبيرا يهدد الثروة الحيوانية في العراق بسبب تدهور أوضاع المزارعين ومربي المواشي نتيجة لهجرة كثير منهم بعد تعرضهم لخسائر كبيرة عقب ازدياد أسعار الأعلاف، مما دعاهم إلى ترك الحقول والأهوار والهجرة إلى المدينة. هذا وأكد خبراء اقتصاديون أن تراجع إنتاج الثروة الحيوانية يعود إلى غياب السياسة الاقتصادية الواعية، محملين حكومة بغداد مسؤولية عدم تقديم الفرص والدعم اللازم الذي يحتاج إليه القطاع الخاص لاستثمار إنتاج الثروة الحيوانية. طالب رئيس مجلس رجال الأعمال العراقي اللبناني عبد الودود نصولي الحكومة في العراق بدفع ديون رجال الأعمال اللبنانيين البالغة 950 مليون دولار. وقال إن الديون عبارة عن عقود لما مشاريع واعتمادات من مع الشركات العامة ووزارات الدولة الحالية قبل عام 1990 وإلى ما بعد عام 2003. أضاف أن السلطات في العراق لا تزال تتخذ موقفا من رجال الأعمال اللبنانيين بعدم دفعها للديون، مبينا أن اتفاقية نادي باريس الخاصة بحذف ديون العراق هي خاصة بالديون بين الدول ولا يجب أن تسري على القطاع الخاص. قررت هيئة قناة السويس المصرية رفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15% بدءا من الأول من شهر آيار المقبل. قررت أيضا استمرار فرض الرسوم الإضافية على الناقلات الفارغة بوقع 5% من رسوم العبور الاعتيادية، وذلك بعد ازدياد أسعار النفط العالمية. وذكرت الهيئة أن هذه الرسوم الإضافية تعد مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري. يأتي هذا بعد أن فرضت الهيئة مؤخرا زيادة في أسعار رسوم العبور لمختلف أنواع الناقلات بنسب وصلت إلى 10%. سجلت أسعار النفط ازديادا بعد أن أظهرت بيانات صناعية تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يؤكد مدى شحة الإمدادات العالمية وسط تضرر الإنتاج الروسي من العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو. وازدادت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و77 سنتا إلى 117 دولارا و25 سنتا للبرميل واحد. كذلك ازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 111 دولارا و76 سنتا للبرميل. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4 ملايين برميل و300 مليون للأسبوع المنتهي في 18 من شهر آذار. هذه انتقالة موجزة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كانت هذه مشاهدينا أهم أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء.